السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاد النهار غادي نهضروا على الطريقه الصحيحه اللي يعني يمكن لكم تتبعوها باش تسجلوا في المنحه لسنه 2020. كما كتعرفوا يوم 15 يونيو هو البدايه ديال التسجيل وغادي تسالي في 31 يوليو. دونك عندكم شهر ونص كامله باش تسجلوا في المنحه. الوغ شحال هادي شنو كان كيوقع؟ كنا كنحطو دوسي وكنتسناو وكنحطو في الثانويه، كنمشي من الثانويه للاكاديميه النيابه وتما كتم الدراسه الاعلان هنا لائحه الناس اللي غادي فوالا اللي غادي المنحه. ولكن في السنوات الاخيره شنو كيوقع؟ كنسجلوا في ليان وفي السيت ومن بعد كتم الدراسة عن بعد وكتم التنسيق مع عام السلطة واللي كيحاول انه يرجع لهم يقول لهم باللي المعلومات اللي تحطات في السيت واش صحيحة ولا ما صحيحاش. دونك كيتم التنسيق معاه وبالتالي كتم الاستفادة من المنحة بالنسبة للناس اللي كيستحقوا المنحة بيان سور. الوغ غادي ندوزو للطريقة ديال التسجيل. دونك غادي تمشيو لجوجل تكتبوا تسجيل في المنحه ولا منحتي بوانيما. دونك هذا هو الموقع غادي تدخلوا، هما ديجا عاطين الطريقه الصحيحه في الموقع. دونك غادي حنايا نشوفوا هذه الطريقه ايتاب باغ ايتاب. دونك غادي نشوفوا مرحله مرحله. الو غادي تمشيو تسجيل استفاده في المنحه وغادي تكليكيو عليها. اها دونك غادي نتسناو. الو غادي نهبطو غادي نهبطو شنو غادي نلقاو؟ الو هنا غادي نكليكيو على منحتي بوانيما، ديجا غنلقاوها هنايا كليكيو عليها. الو غادي تبان لكم هنا ثلاثه ديال الشريطات غادي تكليكيو عليهم. شنو غيعطيكم؟ خدمات الكترونيه. وفي خدمات الكترونيه عندكم كما كتشوفوا عندكم ايداع الطلب وعندكم تتبع الطلب. الو حنايا غادي نديرو ايداع الطلب لان تتبع الطلب كتجي من بعد هذه المرحله حتى كديروا تحطوا الطلب ديالكم وكتبقاو تتبعوا تشوفوا الوضعيه ديالكم شنو هي، واش منوحين ولا غير منوحين. تما كتمشيو لتتبع الطلب. دابا حنا غادي نمشيو غير لإيداع الطلب. ألوغ في إيداع الطلب شنو عندكم؟ طلب الحصول على منحة التعليم العالي، عندكم رقم مسار، كل واحد فيكم عنده رقم مسار ديالو غادي يكتبو هنا. حيت أنا ديجا استفدت من المنحة دونك واخا نكتب أي رقم غادي يقولوا لي غير صحيح، ولكن كاين واحد البروبليم. دونك عندنا الحصول على كلمة المرور، أول حاجة غنديرها هي الحصول على كلمة المرور، وعاد غادي نرجع نكتب رقم مسار. وملي نكتب رقم مسار غادي يعطوني الرمز. دونك ملي كتكتبوا رقم مسار كديروا الحصول على الرمز ومن ثم عاد كيعطيكم واحد الكود كتكتبوه هنايا. دونك وحده اخرى اللي هي شنو هي كتفتحوا فنادق واحد اخر
اللي هي www.تعليم.ما ياك. و شنو غادي يعطيكم؟ غادي يقول لكم سو كونيكتي. الوغ باش تكونيكتاو في هذا الموقع هذا طريقه سهله بزاف، اللي هي كود مسار ديالكم @تعليم.ما. دونك هذا هو بحال قلتو لادريس ديالكم في هذا الموقع هذا، ومن بعد غادي ديروا لو مو دو باس باش تكونيكتاو، يعني هذا بحال بحال كونط ديالكم. الوغ غادي تفتحوه في هاد الفنيتر هادي، و دغيا غادي يدخلكم يعطيكم هنايا بزاف ديال لي زابليكاسيون لي كتعرفو. دونك من بيناتها غادي يعطيكم اوتلوك، غادي تكليكيو على هاد الاوتلوك هادي، و تما غادي تلقاو الميساج لي وصلكم فيه كلمات المرور. الوغ المرحلة الرابعة اللي هي انكم غادي ترجعوا الموقع من حياتي، ترجعوا للفنادق الاولى اللي كنتو فتحتو. شنو غادي ديروا؟ الوغ عندكم هنا كلمات المرور، فوالا دونك رقم مسار كلمات المرور. الوغ هاد كلمات المرور هادي غادي تكتبوا شنو لقيتو في الميساج اللي قريتو في اوتلوك، داك المودو باس اللي عطاكم غادي تكتبوه هنايا فوالا. و شنو غادي ديرو في المرحله رقم 5؟ قم بتعبئه البيانات المتعلقه بك. اون فوا غادي دير المرور ودير تاكيد غادي يعطيك هاد الصفحه هادي. الوغ هنا كاينين معلومات على لو بير لا مير ديالك لي فرير لي سور ايتترا. حاول ما امكن تحط حداك الوثائق كامله، الحاله المدنيه لا كارت ناسيونال ديالك كلشي، وتعمر يعني المعلومات بطريقه صحيحه، لان اي خطا كيما يمكنلوش ما يمكنلكش تستافد من المنحه. ضروري خاصك تكون معمر المعلومات بطريقه اللي هي صحيحه. وحاجه اخرى نزيد ناكد عليها هو الدخل ديالكم. الوغ الدخل السنوي خاصك تكون يعني سيغ من داك الشيء اللي عندك، ما يمكنش مثلا يكون الاب ديالك مياوم مثلا طالب معاش وانت تمشي تحط له يعني تحط له واحد السالير اللي هو ماشي معقول، سالير يعني ما يمكنش يكون كيدخلو في الشهر، وتصدق ما مستفدتش من المنحه. دونك حاول ما امكن تسول الناس اللي ديجا سبقوك شنو هو الدخل اللي يعني اللي مناسب للناس اللي مياومين، اللي هذاك هو يعني الدخل المعقول اللي يمكن انه يدخلو في الشهر، وتما غادي تكتبو. ويعني محاولوا ما امكن ما تغلطوا حتى فشي حاجه، لان راه كيتم الدراسه ديال الملف وكيتم التواصل مع عون السلطه اللي هو المقدم اللي ديالكم، وخاص يكون تطابق ما بين المعلومات اللي حطيتوها في الليان وما بين المعلومات على ارض الواقع. دونك ما خصكم تغلطوا حتى فشي حاجه. ومن بعد ما تعمروا هاد فوالا هاد الصفحه اللي مبينه هنايا كديروا المصادقه، وبيان سور من بعد تسجيل كما كتبين هنايا، ثم المصادقه ثم تابع الوصل، ولا حاجه اللي كتسلم الوصل الى الاداره او الى المديريه الاقليميه. دونك كتبعوا هذا الوصل هذا، يعني كتامبريميوه، من بعد ما كديروا المصادقه كيخرج لكم واحد الوصل اللي فيه داك لو مود باس، فيه معلومات وفيه بيان سور لو مود باس. ومن بعد كتبقاو توليو تتبعوا الطلب ديالكم فوالا انطلاقا من داك المود باس اللي بيتاتر كيخرج فهاد هاد الوصل اللي كتامبريميوه وصافي، ولا حاجه حتى اللي كيتسلم الوصل الى الاداره او الى المديريه الاقليميه. دونك ماشي بالضروره انكم تمشيو تسلموا الوصل ديالكم فوالا شي اداره، كيبقى عندكم كتحتفظوا به، ونهار كتخرج لكم المنحه بيان سور الى نجحتوا في البكالوريا، نتمنوا النجاح للجميع. من ثم كيتم الاعلان على الناس الممنوحين ممكن عبر البوابه ديال المنحاتي او لا في النيابه اللي تابعين لها نتوما. و فوالا هذا ما كان، وبون كوراج تو الموند.